سيدي السلام عليكم ومرحبا بك في قناة الدار. عليكم السلام. الشريف، الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من بينها الإغلاق الليلي مع 9 الليل، ما هو رأيكم سيدي؟ الرأي ديالنا في هذه الإجراءات اللي دارت الحكومة ماشي من صالحنا كتجار، لحقاش مضروري بزاف في هذه الناحية، وكنقولوا ما فيهاش مشكل، احنا مع الحكومه في هذه الاجراءات اللي دايرين، ولكن بنادم راه مضرور بزاف في مساكن، كاينين اللي كارين المحلات غاليين، وبزاف منهم انا كنعرف الناس اللي كارين حتى 12000 درهم ومضرورين، وعندهم البيع والشراء كيكون في كيخدموا عندهم الخدمه ليليه ومضرورين بزاف من هذه الناحيه. ومن الناحيه اللي دايرين ديال تسعود، كنا مضرورين بزاف حتى من ناحيه الناحيه، دايرين تسعود باش نسدو، ومشينا الترونسبور ما كاينش ترونسبور سالا مع 8 حابسين وملا طرام لا الطوبيسات، الناس كانوا تكرفسوا بزاف، مشينا حتى بقاو الناس هنايا محصورين، في الناس اللي كاينين في سلا ساكنين في سلا محصورين هنايا حتى 12 الليل ما لقاوش الناس ترونسبور. من هذه الناحيه حتى هي راه مضروري الناس كانوا عندها حتى الترونسبور، هي راعي والعباد الله بانه الناس راه كتخرج مع تسعود، يعني خصو يوصل الدار ديالو العشرة، ماشي ترونسبور حابس مع تسعود والناس مضروره بزاف، وكاين اللي بات كاع هنايا وكاين اللي مشى على رجليه، وحتى هذه الناحيه خصو يكون فيها النظر. هادشي وقتاش اخويا كتكون الحركه عندكم فيها نشاط؟ وغالبا الحركه تكون مزيانه كتكون بالليل، كتكون غالبا عندك من مول المغرب حتى ل 12 الليل، ما كتكونش كتكون ديك الساعه كتكون الحركه احسن من الصباح، وكاينين الناس المحلات اللي خدامين مساكن كتكون عندهم الحركه مشيه بالليل، النهار كاع ما كتكونش عندهم الحركه، في الاحياء الشعبيه مثلا عندهم الناس مضروره بزاف من هذه الناحيه اللي دايرين. حنا ماشي مع هذا الشيء اللي ما دارش الحكومه، حنا مع الاجراءات، عارفين بان الوباء راه الناس مساكن مقهوره وكاين المرض كيتسارى وكاين ديروا الاحترازات، كاين امثله، كاين الناس نديروا لهم المحلات التجاريه لحقاش ما كيدخلوش بزاف المواطنين، غنديروا التباعد، نقولوا للمحلات التجاريه نديروا لهم التباعد ونديروا الاجراءات ديالنا، وديك الساعه ما يكون شويه هما كاع كاين بحال البحر ما سدوه ما والو، كاين فيه الاكتضاض، راه هذا الشيء اللي مضروب فيه المسكين الكوميرس ديال البيع والشراء. يعني في هذيك ثلاثه السوايع بالضبط مثلا من 9 ل 11 كتكون الحركه عندكم؟ بيان سور كتكون الحركه، كاين الفرق، ماشي بحال الا سديتي مع 8 ونص، خصك دابا هذه الوقيته خصك تسد باش توصل الدار ديالك، الدار توصل، كاين اللي بعيد مسكين، انا بحال دابا المثال بحالنا حنايا راه ساكنين في سلا، راه ما ساكن، واخا عندنا المحل في الرباط ولكن راه ساكنين في سلا. معاش كتسد بالضبط الشريف؟ انا دايرين، انا دابا كنسد مع 8 وربع 8 وثلث، لحقاش الا ما مشيتش 8 وربع باش نركب الترونسبور ما غنلقاش، غنولي محصور هنا في الرباط. هذا هو المشكل، حتى هو هذا حتى هو دايرينه مشكل، كانوا ياخذوا على عين الاعتبار بان الناس راه كتخرج مع تسعود، كاين اللي خدام في المخابز، كاين اللي خدام شحال من واحد المقاهي، داكشي كيسدوا مع تسعود، غير خصو يخرج من الخدمه ديالو باش المستخدم يلقى الترونسبور ديالو باش يوصل دارو. هادشي اللي مضرورين بزاف في الناس، واخا هاد الاجراءات راه الناس مساكنه راه مضرورين، راه ماشي هي داك الفرق ديال ساعتين هي اللي غدير الفرق ديال كورونا، اللي غتحمينا من كورونا، حنا جميع خصنا نديروا الوقايه ونديروا الكمامات ونديروا هاد المسائل باش نحميو روسنا ونحميو المجتمع. شريف، ملي كتمشي باش تشد الترونسبور واش كتلقى اكتضاض؟ كتلاحظ بالله كاين الاكتضاض دابا نيت غتمشي هاد الوقيته اللي كنهضروا فيها دابا، غتهبط دابا لحدا الطاكسي غتلقى الاكتضاض. بيان سور كاين الاكتضاض في النقل العمومي، دابا تمشي اي ترونسبور، الترام، الطوبيسات، كلشي فيه الاكتضاض، والناس راه مضروري من هاد الناحيه، كتمشي باش تركب تمشي لدارك تبقى تما 3 سوايع 4 سوايع، هادشي ماشي معقول. اخر رساله للحكومه شنو تقول لهم؟ اخر رساله غنقولها بانه ياخذوا عين الاعتبار هاد الناس مساكنه التجار، وهاد الناس شحال من بنادم راه مضروب من هاد الناحيه، ويشوفوا لهم الحل ويديروا احترازات هكا بحال هكا احسن ما يغلق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.